وهنا مسألة مهمة جدا، أن بعض الناس يقول أنا نيتي ليست لله عز وجل إذن سأترك العلم. نقول هذا الرجل زاد مع جهله حمقى، فإن من ترك العمل لأجل، يقول من فعل الفعل لأجل الناس ريا، ومن تركه لأجلهم فقد وقع في الشرك. وهذه قاعدة مشهورة على تقييدات فيها. فلذلك أنت أولا من قال أنك لا تريد الله عز وجل بالعلم؟ بل إن هذه النية عندما قلت هذا الشيء يدل على أن في النفس شيء، مجرد سؤال الله عز وجل في سجود وفي خلوة ينفي عنك الرياء. لكن نعم قد يكون هناك نوع تشريك، تشريك في النية، تشريك في النية ينقص الأجر، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحديث أبي سعيد: وابتغي مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. وفي حديث عبد الله بن عمر في مسلم: ما من غازية يغزون فيغنمون إلا تعجلوا ثلثي أجرهم. فأعمال القربات إذا أخذ عليها أجر أو أخذ عليها جعل نقص الأجر ولم يعدمه بالكلية. هذا معنى التشريك في النية، ينقص الأجر ولا ينفيه بالكلية. فبعض الناس لجهله ظن أن هذا عدم النية فتركه. وما من امرئ في الغالب يبتدئ بطلب العلم إلا وفي نفسه طلبا من الدنيا. فكثير من الناس إنما يطلب العلم في أول أمره لأنه رأى زيدا أو عمرا من المشايخ الكبار الذي إذا جلس عظم وإذا تكلم سمع له فأعجب به فنظر إليه فتمنى أن يكون مثله. هذا فيه في النفس شوي، لكن ليس نافية للإخلاص بالكلية. ولكن إن طلبت العلم لله عز وجل فثق أنه ستصفى النية بعد ذلك. يقول سفيان بن عيينة أبو محمد المكي عليه رحمة الله: طلبنا العلم لغير الله فأبى الله أن يكون إلا له. عندما تستمر في طلب العلم وتصدق فيه ويوفقك الله عز وجل في ذلك، فإنك حينئذ ستخلص نيتك ولا شك.